ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في معرض الحديث الذي يحث فيه الشباب على الزواج، ورد قوله: فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فما معنى هذا وما هي الحكمة من ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. معنى الحديث ظاهر أن الشاب إذا قويت شهوته ودواعي الجماع عنده فإن عليه أن يبادر إلى الزواج ليستغل ذلك بالطريق الحلال المشروع، ويسلم ويبتعد عما حرم الله عز وجل، لأن الله أغنى المسلم بالحلال عن الحرام. نعم. فعليه أن يتزوج ليعف نفسه وليغض بصره عن الحرام، فالزواج فيه حصانة للمسلم. وإذا كان لا يستطيع الزواج ماديا لكونه فقيرا ولا يستطيع القيام بكلف الزواج، فإنه يعدل إلى الصوم، لأن الصوم أحد العلاجين، لأنه يكف الشهوة ويحد من الشهوة ويضعفها. نعم. فبذلك يسلم الشاب من إرسال نظره أو التطلع إلى ما حرم الله عز وجل، أن الصيام فيه مصالح عظيمة، أنه يكسر الشهوة ويجعل المسلم يشعر بأنه في عبادة فيغض بصره ويحتاط لعبادته. الصيام فيه ضمانة وفيه حصانة للمسلم. نعم. من الوقوع في الحرام، وهذا من فوائد الصيام، بل هذا من أعظم فوائد الصيام، أنه يكون حصانة للمسلم من الوقوع في المحرم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإنه له وجاء، يعني أنه يحد شهوته ويكسر شهوته العارمة التي يخشى عليه من خطرها. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف أرشد الشاب إلى علاجين عظيمين يعالج بهما حدة الشهوة. العلاج الأول الزواج، قال عليه الصلاة والسلام: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وإذا لم يستطع الزواج فإنه يلجأ إلى العلاج الثاني وهو الصيام، لأن تأثير الصيام معروف في نفسية المسلم وخلق المسلم. نعم.